عبر الهواء مباشرة السيد سركيز نزار محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان عبر الهواء مباشرة. مرحبا بك سيد نزار. نبدأ من أسعار النفط التي عاودت الارتفاع لكنها ليست بالمستوى السابق، فوصول النفط إلى 75 دولار لا يلبي طموح منظمة أوبك. نهارك سعيد. بالفعل شهدنا هذا اليوم ارتفاع في أسعار النفط، إن كان النفط الأمريكي الخفيف في عقود غرب تكساس الوسيط وكذلك عقود برينت، لكن هذا الارتفاع جاء محدودا نوعا ما مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حصل يوم الجمعة الماضي. الانخفاض جاء مباشرة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن متحور فيروس كورونا الجديد والذي نشأ بحسب الخبراء في مناطق في جنوب أفريقيا هو مدعاة للقلق، وهذا ما تسبب في مخاوف كبيرة في الأسواق من أن ينقص وينخفض الطلب العالمي من جديد. ولكن هذا اليوم ارتأى بعض المتداولون بأن الأسعار تجاوبت كما يجب بل وبشكل زائد عن الحد مع الانخفاضات الكبيرة التي حصلت، ولذلك ارتدت الأسعار. لكن إن تحدثنا عن جودة الأسعار الحالية بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف، الآن إذا نظرنا إلى الموازنة المالية لبعض الدول في الخليج، خلينا نتكلم الآن مثل المملكة العربية السعودية 82 دولار، العراق 64 دولار، يعطينا اللي هي التعادل في الموازنة المالية للحكومات، وهذا يعني بأن الأسعار الحالية قد تكون ما دون قليلا المستويات التي قد تجعل من الموازنة المالية صفرية، لكنها أيضا في نفس الوقت مستويات مناسبة جدا لأن يكون الحساب الجاري على فائض. فبالتالي عندما نقيم تحركات أسعار النفط حاليا لا يجب فقط الأخذ بعين الاعتبار الموازنة المالية ما بين الدخل والإنفاق بالنسبة للحكومات في الدول المنتجة للنفط، لكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الحساب الجاري. فالأسعار الحالية بالنسبة للنفط، إن كان حتى النفط الأمريكي الخفيف وإن كانت أسعار عقود برنت أو المزيد بأغلب أنواعه، سنلاحظ بأنها إيجابية بالنسبة للحساب الجاري. أما عن الارتفاعات التي حصلت حاليا فهي ارتدادات طبيعية بعد الضغوط الهائلة التي تعرضت لها الأسعار يوم الجمعة الماضي، بل وعلى مدى هذا الشهر شهد انخفاضات ملموسة جدا بالنسبة لعقود برنت أي آر برنت وأيضا عقود النفط الأمريكي الخفيف، بدأت حتى قبل الإعلان عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا. طيب يعني إذا باعتقادك أن تلك الأسعار جيدة، ماذا عن الأسعار المناسبة التي تروم منظمة أوبك وأوبك بلس الوصول إليها بالنسبة لأسعار النفط؟ الآن عندما نتحدث عن الأسعار المناسبة يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية. فارتفاع أسعار النفط بشكل متسارع وكبير خلال فترات زمنية قصيرة قد يهدد بارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم عالميا والتي هي بالأصل مرتفعة جدا. لو نظرنا إلى الولايات المتحدة نتكلم عن 6.2% مؤشر أسعار المستهلكين، بريطانيا وأوروبا أعلى من 3%. ارتفاع التضخم يلعب فيه سعر النفط وأدوات الطاقة بشكل مباشر وكبير، فارتفاع أسعار النفط والطاقة قد يتسبب بتغير في العادات الاستهلاكية، وهذا بالتالي قد ينعكس على شكل انخفاض في الطلب الاستهلاكي على النفط ومشتقاته. ولذلك عندما نتحدث عن الأسعار المناسبة بالنسبة لتسعير النفط فيجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار ليس فقط الدول المنتجة، يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الدول المستهلكة. فالمستهلكون إذا بقيت الأسعار مرتفعة مقارنة في الظروف الاقتصادية العالمية حاليا والتي لا أستطيع أن أقول عنها إلا بأنها آخذة بالتباطؤ، هذا يعني بأن أسعار بين 70 إلى 80 دولار قد تكون مناسبة نوعا ما بالنسبة لتسعير النفط عالميا على الأقل على الفترة الزمنية الحالية. أسعار النفط لم تكن بحال أفضل سيد نزار في الأيام السابقة، فهي أيضا تراجعت بصورة كبيرة، يعني إلى ما نعزو الخسارة؟ هل نعزوها للقرار الأمريكي ب يعني السماح ل 50 مليون برميل ب يعني في استخلاصها من الاستراتيجي النفط الاستراتيجي الأمريكي،
وأيضا طرحها في السوق، أم أن ضغط فيروس كورونا هو السبب، أم برأيك هناك أسباب أخرى؟ كما تفضلت حضرتك، هنالك عدة أسباب مرتبطة بالإعلانات أو الإشارات من البيت الأبيض للإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة، وكذلك المستجدات التي شفناها مؤخرا حتى قبل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد. ففيروس كورونا عاد للانتشار بشكل أسرع حتى ولو بشكل طفيف عالميا، وهذا ما أعاد القلق نوعا ما. هذا من جهة، من جهة أخرى الولايات المتحدة لم تقف عند الإشارة إلى أنها ستستخدم الاحتياطي الاستراتيجي، بل أيضا توجهت إلى دول مستهلكة أخرى، توجهت إلى اليابان، توجهت إلى الهند والصين وعدة دول دعتهم لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية. منظمة أوبك والحلفاء أشاروا بأن استخدام هذه الاحتياطيات قد يهدد بفائض في الأسواق وأسواق الطاقة. هذا أولاً، فنجد بأن هنالك قلق من زيادة الفائض مقارنة في الطلب الحالي. أما من ناحية أخرى وبالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، نحن نتكلم بأن الاقتصاد العالمي ما زال في وتيرة التعافي، لكن هذا التعافي آخذ بالتباطؤ. كنا عم نشوف نمو اقتصادي أعلى من 6% خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن خلال الربع الثالث شهدنا نمو يعادل حوالي 2.1%. هذا التباطؤ يدل بأن التعافي الاقتصادي العالمي آخذ بالتباطؤ. من جهة أخرى، هنالك توقعات بأن تستمر أوبك برفع تدريجي للإنتاج، وهذه الظروف كلها اجتمعت مع بعضها البعض لتتسبب في ضغط هابط على أسعار النفط. وجاء أخيرا متحور كورونا الجديد، والذي تسبب في انخفاض كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتنتهي في المحصلة تداولات شهر نوفمبر الجاري التي تنتهي يوم غد على انخفاضات ملموسة في أسعار النفط. طيب، بعد هذا التراجع برأيك بأسعار النفط بسبب أخبار فيروس كورونا، بسبب يعني طرح الاحتياطي الأمريكي، بسبب الأمور التي تحدثت عنها، النفط وصل سعره إلى 72، قرابة 72 دولار بالأمس، واليوم صعد بما يقرب دولارين ونصف الدولار. إذن هل ستمضي الولايات المتحدة ومن معها بقرارها للسحب من الاحتياطات الاستراتيجية على اعتبار أنهم اتخذوا هذا القرار من أجل خفض الأسعار، واليوم أسعار النفط انخفضت؟ الآن سأتحدث من وجهة نظري الشخصية، والتي أرى فيها بأن استخدام الاحتياطيات عند الأسعار الحالية يعتبر مشكلة فعليا في أسواق الطاقة. والرئاسة الأمريكية والدول المستهلكة للنفط بالتأكيد على دراية بأنه لو تم الإفراج بشكل كبير ومفاجئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية سيتسبب بفائض في أسواق الطاقة. هنالك ملاحظة أيضا يجب النظر إليها، أحد أسباب الارتفاعات الهائلة التي حصلت سابقا في أسعار النفط كان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، وكذلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفحم، وهذا ما تسبب التوتر بعض الدول مثل الصين وبعض الدول الأوروبية لاستبدال النفط، استبدال الغاز وكذلك الفحم في النفط ومشتقاته. لكن حاليا نشهد التراجع في أسعار الغاز، التراجع أيضا في أسعار الفحم، حتى رغم أنها لم تعد إلى مستويات عام 2020 لكنها انخفضت، وهذا ما يشجع العودة لاستخدامها وتقليل الطلب عن النفط. بالتالي إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات متسارعة مع بعض الدول المستهلكة مثل اليابان، تحدث عن الهند والصين، فهذا قد يكون مهدد حقيقة لأسواق الطاقة. أريد أن أسترجع بالذاكرة الآن ما حصل خلال سنة 2020 أثناء جائحة كورونا، وتحديدا ما سمي بحرب أسعار النفط عندما انخفضت أسعار النفط لمستويات متدنية حتى أنها وصلت للسالب بالنسبة لعقود النفط الأمريكي الخفيف في ذلك الوقت. فنحن الآن في عام 2021 لا نريد أن ندخل في حرب جديدة للأسعار، لأن ذلك قد يتسبب بأضرار هائلة جدا ليس فقط للدول المنتجة لكن أيضا لسلاسل التوريد التي هي بالأصل حاليا تعاني من الاختناقات. بالتالي
اعتقادي الشخصي يجب أن يكون القرار الآن هو في التراجع أو على الأقل تأجيل وإرجاء أي محاولة لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، خصوصا وإحنا عم ننتظر حاليا توقعات بأن تقوم أوبك بإضافة 400 ألف برميل جديدة للأسواق المالية اعتبارا من الشهر المقبل ديسمبر. طيب ماذا عن يعني حال النفط بعد هذه معضلة جائحة كورونا المتحور الجديد وهذه هذا الصخب الكبير الذي حدث بعد إطلاق النفط الاستراتيجي بالولايات المتحدة وأيضا معها من الدول وأيضا منظمة أوبك وقراراتها وما ينتظر منها في الثاني من كانون الأول، برأيك ماذا بعد كل هذه الأحداث وهذا الصخب بالنسبة لأسعار النفط؟ هل سيرتفع سعر النفط أم سينخفض؟ الآن لبقية هذه السنة أعتقد بأن النفاقات الجانبية وأحيانا قليل من الانخفاض، بل إني أراهن شخصيا على بعض الانخفاض في أسعار النفط، لكن لا أتحدث هنا عن انعكاسات كاملة في توجهات الأسعار. أريد أن أعيد للذاكرة ظهور متحور فيروس كورونا والذي نشأ في الهند والذي أطلق عليه مسمى الدلتا، فهذا عندما انتشرت هذه الأخبار بالفعل انخفضت أسعار النفط، لكن كان تأثير الانخفاض حينها على عدة أشهر، نتحدث عن شهر مايو، نتحدث عن شهر يوليو، عندما انخفضت الأسعار كان الانخفاض نوعا ما محدود، ثم عاودت الأسعار الارتفاع بشكل كبير. الآن بالنظر إلى متغير فيروس كورونا، ليس الفيروس بحد ذاته هو من يتسبب في التحرك في الأسعار، لكن تجاوب حكومات الدول هو من يقوم بذلك. عندما انتشر متحور دلتا لم تتوجه الحكومات لإجراء إغلاقات شاملة على المدى الطويل، لكن كانت إغلاقات جزئية على مدى زمني قصير. وحتى الآن في العالم نلاحظ بأن هنالك بعض العراقيل أصبحت أمام السفر لبعض الدول في أفريقيا، كذلك بعض الدول توجهت لإجراء بعض الإغلاقات، لكن حتى الآن جغرافيا وزمنيا الإغلاقات تبدو محدودة. اليوم كنت أيضا أطلع على آراء بعض الخبراء والذي منهم أيضا منظمة الصحة العالمية التي ألمحت أن بعض الأطباء في جنوب أفريقيا أشاروا بأن أعراض المتحور الجديد حتى الآن وبحسب الأنباء التي نشرت تبدو الأعراض خفيفة وليس أقوى من سابقه مثل دلتا وغيره من المتحورات، وهذا ما قلل نوعا ما المخاوف تجاه الفيروس. وأيضا عاد المتداولون يستذكرون بأن الإغلاقات قد لا تحصل كما حصلت خلال 2020 خلال شهر فبراير وشهر مارس 2020، فقد تكون الإغلاقات كما أشرت لحضرتك جزئية. بالتالي على المدى المتوسط والطويل باعتقادي بأن أسعار النفط ما تزال في اتجاه صاعد، وبالنظر الآن إلى الإنتاج من منظمة أوبك والخلفاء، حتى لو رفعت أوبك مقدار 400 ألف برميل، لكن حتى هذا اليوم أوبك تخفض من إنتاجها المعتاد ما قبل جائحة كورونا بواقع 3.8 مليون برميل من الإنتاج اليومي. طيب سأتي على هذه النقطة سيد نزار لو سمحت لي، سأتي على هذه النقطة وما يتعلق بمنظمة أوبك، لكن قبلها بقليل، يعني هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيفي بوعده للأمريكيين بتخفيض أسعار البنزين؟ الآن هذا تحصيل حاصل باعتقادي بما أن أسعار النفط تنخفض حاليا، فعلى الأرجح المشتقات النفطية أيضا ستنخفض أسعارها. لا أتكلم هنا عن عودة الأسعار إلى مستويات متدنية شاهدناها في 2020، لأن هنالك سبب آخر أيضا يتحكم في تسعيرة المشتقات النفطية، تحدث هنا عن البنزين أو زيت الوقود وغيره من المشتقات. الذي يتحكم الآن في هذا الموضوع أيضا سلاسل التوريد وتعثرها، بالتالي حتى مع اعتقادي بأن هنالك انخفاض بالأسعار مترافق مع انخفاض في أسعار النفط عالميا، لكن هذا الانخفاض أيضا سيكون نوعا ما محدود. أعتقد بأن الكلمات السياسية التي انطلقت من البيت الأبيظ جاءت في وقت ظهر فيه متحور كورونا، ويبدو أن بالفعل أسعار البنزين ستشهد بعض الانخفاض خلال الفترة المقبلة. طيب بما يتعلق بمنظمة أوبك، يعني قبل قليل ذكرت أن منظمة أوبك تقوم بتخفيضات حتى رغم الزيادة زيادة 400 ألف برميل، يعني هل برأيك منظمة أوبك تعتمد على أو تخمن أو تحلل
يعني الطفرات الوراثية لكورونا أم أي الأسباب تعتمد عليها حتى تقول أن منظمة أوبك، أي أقصد أن أي الأسباب تعتمد عليها منظمة أوبك برأيك، لأن حتى أنك قلت أنها تخفض من إنتاجها؟ الآن بداية عند هنالك تصريحات من منظمة أوبك تم الإشارة فيها إلى إرجاء الاجتماع الذي كان مقرر هذا الأسبوع وتأجيله حتى يوم الأربعاء لاتخاذ قرار وإخباره حول الإنتاج يوم الخميس المقبل. وسأسألك عن توقعاتك حول هذا الاجتماع. نعم، الآن بالنسبة لروسيا تم الإشارة إلى أنه لا ضرورة لإجراء تعديلات في الخطط السابقة. الآن أوبك وحلفائها يخفضون كما أشرت لحضرتك منذ قليل 3.8 مليون برميل من الإنتاج، فإذا تم رفع الإنتاج 400 ألف برميل فهذا يعني بأننا أمام 3.4 مليون من التخطيط. فما تقوم فيه حاليا منظمة أوبك هو بالحقيقة ليس رفعا حقيقي بالإنتاج بقياس الإنتاجية عام 2019، لكن هي تقليص وتقليل الخفض والقيود على الإنتاج. بالتالي أعتقد بأن القرار سيكون هو بالحفاظ على الاتفاقات السابقة. أما عن ماذا تتوجه أوبك لمراقبته، بالعادة تراقب الطلب الحقيقي وتوقعاته والعرض الحقيقي وتوقعاته. لا تتخذ أوبك ولا حلفائها قرارات مبنية على مدى أسبوع أو أسبوعين أو حتى 3 أسابيع أو شهر، فهذه القرارات يجب أن تكون مدروسة على مدى أبعد كثيرا. الآن عندما نتحدث ماذا تنتظر منظمة أوبك، تنتظر المزيد من الإيضاحات حول مدى خطورة إن صح التعبير، مدى خطورة انتشار المتحور الجديد. كذلك سوف تراقب هل سيحصل هنالك إغلاقات كبيرة في الدول. باعتقادي لن يحصل هنالك إغلاقات شاملة بإذن الله، لن تكون على مساحات جغرافية واسعة، لكن أوبك تريد حاليا التأكد من هذا الموضوع قبل إطلاق قرارها المحتمل صدوره يوم الخميس المقبل. طيب، يعني منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن اللقاحات الموجودة يمكن أن تتعامل مع المتحور الجديد، لكن هو أخطر بكثير عن حتى متحور دلتا. وأيضا بالتالي فايزر قالت أن بإمكانها أن تصنع لقاح يتعامل مع هذه الطفرة يعني بمدة 100 يوم. إذن أمامنا مدة معينة حتى يمكن أن نعرف ما سيفعله هذا المتحور. بالمقابل منظمة أوبك أرجعت اجتماعها إلى الأربعاء القادم، إذن هي عليها أن تصدر قرارات جديدة. برأيك ما تخمينك، وإذا بقيت الأمور غير واضحة كيف ستتعامل المنظمة مع ذلك؟ كل ما تفضلت فيه هو عين الصواب، حيث هذه التصريحات التي صدرت من فايزر إنها تحتاج إلى 100 يوم لإنتاج لقاح يتعامل مع هذه الطفرات الكثيرة التي نشأت في المتحور الجديد. لكن عندما نتحدث صحيا أفضل أن أترك هذه الأمور لأصحاب الاختصاص مثل الأطباء وغيرهم، فهذه أمور صحية. لكن هنا هذه معطيات معلنة سيد سيرجيس، هذه معطيات معلنة وأنا ذكرتها لك، لكن نحلل بالنسبة لقرارات منظمة أوبك على أساس هذه المعطيات. الآن بالنسبة لمنظمة أوبك لن تنظر إلى إنتاج اللقاحات، لأن لو نظرنا إلى الموضوع من هذه الناحية، فإذا احتاج فايزر إلى 100 يوم ومن ثم أردنا إجراء الشحن إلى الدول وكذلك إيصال هذه اللقاحات إلى الناس، ربما سنكون أمام على الأقل 6 أشهر حتى يصل اللقاح إلى كميات كافية من الناس لإنشاء تحصين ضد هذه السلالة. باعتقادي الشخصي بأن منظمة أوبك تحديدا تراقب حاليا هل سيحصل إغلاقات واسعة أم لا، لأنه إغلاقات واسعة يعني انخفاض كبير في الطلب على النفط. إما إذا كانت إغلاقات محدودة زمنيا وجغرافيا ستكون هذه التأثيرات فقط وقتية وعلى عدة أيام أو حتى عدة أسابيع أو على الأكثر باعتقادي حتى نهاية هذه السنة. لكن الشيء الوحيد الذي باعتقادي سيغير من توجهات منظمة أوبك هو إثبات إغلاقات طويلة الأمد بالنسبة لهذا المتحور، وما لم يحصل ذلك فباعتقادي بأن أوبك ماضية في الاجتماع في الاتفاق الذي تم سابقا برفع تدريجي
للإنتاج، والذي هو كما أشرت لحضرتك منذ قليل هو عبارة عن تقليص وتخفيف القيود على الإنتاج. طيب يعني دعني أيضا أبقى عند موضوع المتحور الجديد لفيروس كورونا، لكن يعني نبتعد قليلا عن النفط. ظهور هذه السلالة الجديدة ضربت الأسواق العالمية بشكل متسارع وسريع. هل الاقتصاد العالمي، ودوما ما نتساءل، هل الاقتصاد العالمي لم يحصن نفسه أمام يعني ظهور طفرات أخرى أو حتى مشاكل تضرب العالم يعني أخرى غير فيروس كورونا؟ سؤال رائع، أشكر حضرتك على إثارة هذا الموضوع الهام جدا. الاقتصاد العالمي ما زال ينفط عن نفسه غبار جائحة كورونا والكساد والركود الاقتصادي الذي اعتبر خلال 2020 الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. لا أستطيع أن أقول بأي حال من الأحوال أن الاقتصاد العالمي تعافى، بل حاليا نحن في مرحلة من التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ التعافي الاقتصادي. فالاقتصاد العالمي لم يحصن نفسه أمام أي ضربة جديدة في كتابعة طبعا لجائحة كورونا. وأضرب هنا مثالا لتأكيد هذه النظرة الخاصة. في اليابان شهدنا انكماش اقتصادي خلال الربع الثالث من هذه السنة، وجاء هذا الانكماش أسوأ من التوقعات أو أكبر من التوقعات، وسبب ذلك كان إجراء الإغلاقات في بعض المدن، وكذلك تأثر في إغلاقات الشريك التجاري لليابان وهي الصين. بالتالي الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تتأثر بشدة في أي متغيرات جديدة تابعة لمتحورات كورونا. فباعتقادي الشخصي بأن الاقتصاد العالمي غير محصن تجاه أي ضربة جديدة لا قدر الله قد تكون سببها فترات زمنية طويلة من الإغلاقات. وهنا أيضا أضيف، في كل تصريح من رؤساء البنوك المركزية في العالم، في كل بيان للسياسة النقدية للبنوك المركزية العظمى، أذكر هنا فدرالي أمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا المركزي، بنك كندا المركزي، كلها تتضمن في تقارير سياستها النقدية دائما بأن التوقعات الاقتصادية التي تقدم هي رهن في عدم حصول ضربات جديدة من فيروس كورونا. بالتالي ظهور المتحور الجديد رافقه كذلك تعطيل لبعض الرحلات الجوية، رافقها أيضا بعض التشديد وبعض الإغلاقات الجزئية، فهذا يدل بأن الاقتصاد العالمي ليس محصن، وهنا أتحدث اقتصاديا، ولن يكون محصن على الأقل على 6 أشهر أو حتى سنة 12 شهر قادمة. البنوك المركزية هي من تقدم التحفيز الاقتصادي العالمي، الحكومات في الدول العظمى هي من تحفز الاقتصاد العالمي، ودون هذا الجزء النقدي والجزء المالي من الحكومات قد يكون الاقتصاد العالمي متوجه إلى ركود آخر حقيقة. لذلك لا أعتقد بأن الاقتصاد العالمي محصن ضد أي ضربة جديدة لا قدر الله في حال شهدنا انتشارات واسعة، في حال شهدنا إغلاقات كبيرة زمنيا وجغرافيا. طيب يعني دعنا ننتقل إلى الذهب، برأيك هل سيبقى الذهب وحيدا المستفيد من هذه الأحداث باعتباره الملاذ الآمن؟ نعم، الآن عندما نتحدث عن الذهب أول ما يخطر للأذهان هو أن الذهب هو الملاذ الآمن. الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاع أسعار الذهب لمستويات 1815 دولار للأونصة الواحدة عيار 24 في تداولها في البورصات العالمية ومنها في بورصة لندن، لكن سرعان ما عاود سعر الذهب الانخفاض لمستويات ما دون 1800 دولار، حتى أننا هذا اليوم نشهد محاولات محدودة للارتفاع في سعر الذهب. الآن افتراضيا الذهب يتجاوب إيجابا مع أي أنباء سلبية، إن كانت اقتصادية إن كانت سياسية أو مخاطر دولية، لكن إذا عدنا بالذاكرة إلى شهر 3 عام 2020 عندما بدأ تسارع انتشار فيروس كورونا آنذاك في العالم، ماذا حصل في أسعار الذهب؟ الذي حصل هو أن سعر الذهب انخفض من مستويات عند مشارف 1700 دولار إلى حوالي 1450 دولار. فماذا حصل؟ في بعض الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا ومفاجآت متحورات كورونا،
هنا يفضل المستثمرون العملات النقدية وبعض أنواع السندات لتغطية المخاطر. وبالتالي نلاحظ بأن ارتفاعات أسعار الذهب يعيقها أولا هذا الموضوع وهو تفضيل النقد على الأصول، ثانيا الدولار الأمريكي نفسه، الدولار الأمريكي يتم من خلاله جني الأرباح، كذلك الين الياباني. رغم أن الدولار الأمريكي شهد بعض الانخفاض يوم الجمعة الماضي، لكن بشكل عام الدولار الأمريكي في قريب من أعلى مستوياته منذ شهر يوليو العام الماضي 2020. بالتالي قوة الدولار وأيضا تفضيل للنقد قد يضعف الموجات الصاعدة للذهب. موضوع إضافي بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، أسعار الذهب تستفيد من السياسات التحفيزية من البنوك المركزية، لكن حاليا ما هو المتوقع عالميا؟ المتوقع فدرالي أمريكي أن يستمر في تقليص برامج شراء الأصول، حتى بنك إنجلترا متوقع أنه يبدأ برفع الفائدة العام المقبل، حتى الفدرال الأمريكي. هذه الظروف أيضا تشير إلى أن البنوك المركزية العديد منها سيبدأ بتقليص السياسات التحفيزية، حتى أن شفنا بنك الاحتياط النيوزلندي قام برفع الفائدة مؤخرا. هذا يدل بأن السياسات التحفيزية تقل عالميا كسياسات نقدية، وهذا أيضا ما يضر بأسعار الذهب، مما قد يبقي على تداولاته ضمن المستويات المألوفة اللي اعتدناها خلال الشهرين الماضيين، أيضا ستسيطر على الأرجح خلال تداولات بقية هذه السنة. أشكرك جزيل، أشكر ضيفي عبر الهواء مباشرة السيد سركيز نزار محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.